القرعه ديال عصبه الابطال غادي تطيح الرجاء ان شاء الله مع بلوزداد او الاهلي، وان شاء الله كنتمنى فينال يكون الرجاء ويفاق سطيف ان شاء الله. انا مع بحكم انني رجاوي كنقول لك الرجاء الا غدير العصبه هذا العام هذا ان شاء الله. الرجاء داز في مشاكل كثيره تخبطات فيها وكتفوز بالالقاب، الاتحاد الافريقي جوج مرات، السوبر مشات الفينال ديالو، عاود لاكوب دي ترون، عاود بطوله ديال اول سنه تاع كورونا، فهمتيني؟ يعني مشاكل كثيره كتخبط فيها الرجاء من 2013 لدابا وكتستحوذ على الالقاب، كل عام خصها تخرج بلقب او جوج القاب رغم المشاكل اللي كاينه. وانا بعد المهم مشكلة مثلا يطيحوا مع ما كاين جوج فرق واعرين هما الترجي والاهلي ديال مصر كما في الرتبه الثانيه، هذوك صعاب. دابا نقولوا راه كلشي صعيب، دابا المهم حنا هاد الماتش اللي جايين هما مثلا نقولوا امتحان حقيقي هو هاد الماتش هذا. وانا بغيت نعطي بحال الرجل ما يطيحوش مع ديك الترجي ولا الاهلي، المهم مع ماتشات اخرين هي الجزائر حتى هي، المهم دابا كيبقى دابا على شونس دابا فهمتي، كيبقى الحد دابا. والمهم ان شاء الله كنتمنوا الرجاء ان شاء الله الولاد يبقاو في النهايه، هذا هو الهدف ديالنا احنا فهمتي، يبقاو جوجهم بيضاء يبقاو في النهايه، هذا هو الهدف. واللي جا مرحبا بحال هذه احنا الفرق الكبار ما كنبقاو نسقسيو على شكون هذه ولا شكون هذه، اللي جا مرحبا. الفريق كلهم متساويه، ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا، ولكن كنطلبوا على الله الوداد والرجاء يدوزوا ويحمروا لنا وجهنا ان شاء الله ويهزوا الرايه. الرجاء شويه ناقصه من ناحيه الهجوم، سورتو ما كانش متولي، كان وسط الميدان كان شويه هذا، ولكن الحمد لله كانوا رجال وبينوا على 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 ثقتهم في راسهم. وفاق سطيف فرقه صحيحه زعما مزيانه، كاع الفرق سميتو تبارك الله متساويه زعما ما كاين سميتو. الاهلي اللي بانت لي شويه عيانه، نتمنى من الله الترجي الذي تونس يطيح مع الاهلي على خاطر واعره، وانا ما بغيش ترجي، انا نبغي النادي الافريقي، انا معناها نحب النادي الافريقي ونحب الوداد ونحب الرجاء، بثلاثه نحبهم انا معقول، ما عنديش ترجي كي نكره. نتمنى مواصله كاس العصبه، قرعه ديال الرجاء وديال الوداد تكون زوينه وتكون مخيره، مش تكون تكون على الاقل كاين الاجواء وكاين الفرحه في الدار البيضاء، خاطر انا من نهضر معاك المعقول بجوجهم اصدقائي، كاين الرجاء كاين الوداد، ونبغي لهم الخير بجوج. نتمنى انا قلت لك نتمنى يقعد في الدار البيضاء، يا ربي في العواشر، الله ربي يسهل في كاس العصبه يقعد في الدار البيضاء، الله ربي باش تكون فرحه زوينه لكل الرجاء ولا للوداد، ماشي مشكل، المفيد يكون في الدار البيضاء في المملكه المغاربيه. ما يمشيش للترجي على خاطر انا كي نكرههم، ما عنديش معاهم كاع، انا تونسي نهضر معاك تونسي، نحب النادي الافريقي، نحب الوداد، نحب الرجاء، صافي. ان شاء الله الوداد غادي يطيح مع الاهلي المصري، وان شاء الله بغيت هاد العصبه بغيت تكون حاسمه، يطيحوا مع الرجاء البيضاوي، هاد الشيء اللي كاين، وان شاء الله ديما وداد، وان شاء الله غادي نديو هاد اللقب عن جداره واستحقاق.